بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. ما هو أفضل التفاسير لكتاب الله العلي الكبير؟ لعلنا تناولنا هذه المسألة في وقت سابق، ولكن بشيء من الإيجاز. الآن نتناولها بشيء من التفصيل. الحقيقة هذا هو أعسر سؤال يرد على المفسر المحترف. المحترف يعني من هو مختص بالتفسير ويعمل في هذا المجال كصنعتنا نحن، هو أعسر سؤال، وإن كان تظنه سهلا جدا. لماذا؟ لأن الناظر في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي الكتب التي فسرته يصل إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن الاستغناء بكتاب عن كتاب. طبعا أتكلم عن الكتب العلمية المحترمة، لا أتكلم عن الكتب الضعيفة ولا الكتب المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. كل تفسير من التفاسير اعتنى بجانب معين، هذا أمر. الأمر الثاني، النوازل والمستجدات من الأمور كانت التفاسير تعالجها بشكل دائم. قضية تفسير لعامي، يعني عامي من العوام يأخذ كتابا في التفسير، لعل هذه القضية لم تكن موجودة في الزمان الماضي. وهذا أيضا أولا المطابع لم تكن منتشرة هذا الانتشار، وكذلك يعني نسبة الأمية كانت كبيرة جدا، ونسبة عدم المتعلمين كثيرة، فكان الناس يقرؤون كتاب الله، كثير منهم يفهم ما يعني يحتاج إليه غالبا. أما القضايا المتخصصة فهو يذهب إلى الشيخ، وكان هناك العلماء والمدارس فكانوا يتكلمون في هذا. ظهر في القرن العاشر إمام من أئمة المسلمين وهو المحلي، بدأ بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى ومات قبل أن يتمه، وصل إلى نصفه. هو قبل العاشر، هو قبل السيوطي، جاء السيوطي في العاشر فأتمه، وعرف بتفسير الجلالين، الجلال المحلي والجلال السيوطي. هذا الكتاب لاختصاره ووجازته تصور كثير من الناس أن هذا هو الحل، فانتشر انتشارا كبيرا جدا، يعني رخيص الثمن لأنه مجلد واحد، وثانيا العبارات قليلة، فيخيل للعام إذا ما قرأ أنه فهم القرآن، خاصة أنه طبع في هوامش مصاحف كثيرة. يقول أذكر ونحن صغار، القرآن الكريم وبهامشه تفسير الجلالين. فهذا يعني تحصيل حاصل. انتشر هذا الكتاب انتشارا كبيرا قبل الفتنة الوهابية. حينما جاءت الفتنة الوهابية روجوا كثيرا لابن كثير، لتفسير ابن كثير، ظنا منهم أنه على طريقتهم، مع أن تفسير ابن كثير هذا إذا قرأته من أوله إلى آخره كما هو فيه ما ينقض مذهب الوهابية رأسا على عقب. يكفي أنه يأتي بقصة العتبي التي فيها استغاثة صريحة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شرك أكبر عندهم يخرج من الملة. هذه واحدة كافية، عدا قضية التفويض الكثير في هذا الكتاب. لكن هم توهموا أن هذا الكتاب لهم، ثم تنبهوا بعد ذلك فجاءوا يختصرونه. ما قصد الوهابية بالاختصارات؟ قصدهم أن يحذف كل ما لا يروق للهوى. أيضا روج له وطبع وجد في كل مكان، فربما وجدت في كثير من بيوت المسلمين تفسير الجلالين وتفسير ابن كثير، وكلاهما أقول من أعسر الكتب. تفسير الجلالين لا يقف كثيرا عند تفسير الآيات، كان يهتم بالروايات، همه الأكبر هو الروايات وأسباب النزول، وإذا ورد أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير الآية. لذلك هو تفسير يعالج قضية معينة في
هذا في علم التفسير وليس هو الحل للعوام. جاء بعد ذلك الشيخ مخلوف وكتب كتابا فيه مفردات القرآن، يعني كلمات الأساسية، يعني بحيث العام إذا قرأ يعني كلمة، هذه كلها موجودة في كتب لكن كانت مفردة بمصنفات، يعني مفردات غريب القرآن بتوسع كتبها الأصفهاني واشتقاق الكلمة ومن أين جاءت، لكن ليس بإيجاز، فجاء جعل هذا بإيجاز. فما هو أفضل التفاسير؟ الحقيقة بالنسبة لطالب العلم سأجيبه مفصلة، أما بالنسبة للعامي فأفضل التفاسير أن ترجع إلى العالم المفسر لكتاب الله سبحانه وتعالى تسأله عن معنى الآية. جرب بنفسك، لكن أنا أشك تماما أنك ستصل إلى الحقيقة التي أنت تريدها، أنا أشك تماما لأني أنا المتخصص وغيري من طلاب العلم، ونحن عندنا جلسة نقرأ فيها ربما أكثر من 10 تفاسير ونقارن بين كل آية ما بين التفاسير جميعا، أحيانا تحتار كثيرا، وأحيانا تجد اختلافات واسعة، وأحيانا تجد ما كتبه الأكثر لا يشفي الغليل، والآية فيها مزيد فوائد، فربما العالم لا يكتفي بما قالوا. طبعا ما لا يدرك كله لا يترك جله، أنا ما أمنعك من تفسير الجلالين، لكن إذا توقعت أنك ستفهم القرآن بتفسير الجلالين فأنت واهم جدا. سمعت من شيوخنا ومنهم الشيخ نور الدين عتر رحمه الله، وهو من كبار علماء التفسير والحديث، يقول هذا الكتاب كتب للعلماء وليس للعوام، يقول لأنه يعطي المسائل رمزا، كل مسألة يرمز لها رمز، فالعالم يتذكر أن المسألة فيها تحت كذا وكذا وكذا وكذا، ولذلك كثرة الحواشي جدا عليه، الصاوي الكذا الجمل، كثرة الحواشي جدا على هذا الكتاب لأنه فعلا بحاجة إلى حواشي. الشيخ الشعراوي رحمه الله بالنسبة للعوام جيد أن تستمع إليه مباشرة، أما الكتاب فحصل تصرف كبير، تصرف كبير لأنه يتكلم بالعامية وهؤلاء يترجمونها الفصحى، ثم أيضا الشيخ أعطى حقوق الطبع لكل إنسان، فهذه مشكلة كبيرة، يعني ذهب كثير من الثقة في هذا. اسمع للشعراوي مباشرة، نعم استمع إليه للعامية إذا كنت تفهم اللهجة المصرية. جماعة الإعجاز العلمي وهؤلاء كذا، فر منهم فرارك من الأسد، لأن هؤلاء يعني يفسر الآية بغير ما أنزلت ويتكلفون حشر الآيات القرآنية فيما يسمى الإعجاز العلمي. الدكتور سيد طنطاوي له كتاب في التفسير، لا بأس أن يطلع طالب العلم وحتى العامي، لا مانع من ذلك، فهو قد كتب في هذا الباب. الشيخ حسنين مخلوف له هذا الكتاب المبسط وله كتاب أوسع من هذا، يعني أيضا يمكن الرجوع إليه. أما طالب العلم فلا بد أن ترجع إلى الكتب جميعا عند النظر كحل مبدئي لطالب العلم إذا أراد أن يقرأ الكتاب في التفسير من أوله إلى آخره. يمكن كتاب جامع البيان للإيجي، ولكن المشكلة أن المحققين وهابية، فعليك أن تحذر أشد الحذر في هذا، ولذلك لا أستطيع أن أنصح العامي به، لا أستطيع. جامع البيان كمرحلة أولى يمكن أن يعقبها أيضا للعوام. دكتور حجازي التفسير أظن اسمه الواضح هذا، نعم، يعني أنا بالنسبة لي لا أستطيع أن أدرسه لسهولته المفرطة، وأيضا يتكلم معي الآيات وليس فيها. دكتور حجازي اسمه التفسير الواضح، أظن اسمه الواضح هذا، العوام هذا أيضا لا بأس به، للعامي ليس للمتخصص. طالب العلم المتخصص يبدأ بجامع البيان ويثني بعده بتفسير النسفي، وإذا ثلث بتفسير البيضاوي يكون قد قطع شوطا كبيرا، لكن مع الحذر
في الأخبار والروايات. جامع البيان أحسن حالة من البيضاوي في الروايات اللي رجع إليه، وأيضا رجع إلى ابن كثير، ورجع أيضا إلى كتب الأثر، فهو من حيث الأثر يعني مقل من الروايات الموضوعة أو الإسرائيلية. البيضاوي مكثر، النسفي مقتصد جدا، فكتاب النسفي ممتاز جدا في هذا الباب، لكن لطالب العلم يبدأ بجامع البيان، يثني بتفسير النسفي، يثلث بتفسير البيضاوي. البيضاوي عليه حواشي كثيرة، لكن عند الروايات هؤلاء الثلاثة جميعا عليك أن تراجع خلفهم، يمكن أن تراجع تفسير ابن كثير في الأخبار والروايات التي جاءت، ولا سيما في أسباب النزول. ولكن مشكلة ابن كثير أحيانا إذا كان سبب النزول فيه كلام مرات كثيرة يهرب منه، لا يقترب من هذا، يتكلم فقط في الأشياء الواضحة والأدلة المباشرة. رأيته كثيرا، طبعا درست هذه الكتب جميعا، كل هذه الكتب درستها مرات وكرات. لذلك هذه الخلاصة بالنسبة لطالب العلم العام. لا بأس كتاب الدكتور حجازي، نحن الآن نعد تفسيرا، دعواتكم جميعا يمكن أن يكون في طلب في يد العامي، وفي طلب وفي يد طالب العلم المبتدئ جدا، يعني هذا يكون يعتمد على الصحيح الراجح مع سهولة في العبارة. نسأل الله أن يتمه، لا ندري، لكن نطلب منكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.